بالمناسبه برضه طبعا كابتن سيد عبد الحفيظ هو كمان كان ليه مجموعه من التصريحات بعد انتهاء مباراه الامس، قال ان النادي الاهلي حقق فوز مهم جدا في المباراه على حساب بتروجيت ووصل الى هدفه وهو الوصول الى نهائي كاس مصر، وقال ان الفوز على بتروجيت خطوه مهمه جدا نحو الحصول على اللقب والتركيز في تحقيقه هو الاهم خلال الفتره المقبله. كمان اشار كابتن سيد عبد الحفيظ الى ان النادي الاهلي بيواجه ضغط مباريات محليه يعني متتاليه في الفتره القادمه، ولكن كلها مباريات مهمه جدا ويجب ان نفوز في كل هذه المباريات بشكل عام، وقال ان تحقيق الفوز في كل مباراه هو هدف كل اللعيبه والجهاز الفني، وطبعا ده ما بيعمل من اجله الجميع خلال الفتره الحاليه. على كل الاحوال تعالوا نروح ونتعرف مع حضراتكم على جانب من تصريحات كابتن سيد عبد الحفيظ ونرجع نكمل. المباراة الأولى لمستر ريكاردو وكان مهم جدا برضو في السيمي فاينال اللي أنت زي ما قلت يبقى فيها ما يبقاش فيها مفاجآت، وخدنا اللي احنا عايزينه منها إن شاء الله. بعد يومين هتبقى عندك مباراة تانية في فصل تاني في مع الجونة، احنا مسافرين بعد بكرة، تراحم اللقاءات وتواليها بيمثل يعني مباريات مختلفة مسابقات مختلفة، فطريقة الفصل مهمة جدا يعني. إن شاء الله الرحمن برضو نكون عند في الميعاد يوم الثلاث ان شاء الله ونقدر نرجع بالجوله بالثلاث نقط ان شاء الله. الحمد لله طبعا يعني محمد بقى له فتره غايب وقدر ان حتى النهارده يجيب الجول الثاني، لكن مع الوقت كل شويه هينضم لك واحد النهارده بيرجع لك يعني محمد عبد المنعم، ايمن اشرف خد جزء النهارده، حسام حسن بياخد بشكل مستمر بقى له فتره، كمان حمدي فتحي الحمد لله رب العالمين نزل شويه في مباراه سموحه النهارده موجود وبادئ، صلاح موسم متوالي، بعد اسبوع ان شاء الله الرحمن هيكون معانا احمد عبد القادر وبعديه بيرستاو ان شاء الله. خلينا نقول بس الادوار كلها بقى يعني ربنا يكللها بالنجاح وناخد الثلاث بطولات اللي احنا داخلين فيهم. عندنا بطوله يوم 21، قبلها هيبقى عندنا مباراه مع الجونه يوم 5، وبعدين مع فيوتشر يوم 12، وبعدين مع بيراميدز يوم 16 ان شاء الله الرحمن. يعني نبقى نجحنا لو ربنا كرمنا بثلاث بطولات ان شاء الله نكون موفقين فيهم باذن الله. يعني هو ده الخيار اللي عندنا وهو ده اللي احنا بنلعب عليه، يعني ايا كانت الصعوبات او ايا كانت المتاعب او ايا كانت تلاحم اللقاءات، عايزين شخصيه من حديد وعايزين فكر من حديد. في اوقات التوفيق هيبقى معاك وفي اوقات مش هيبقى معاك. اعتقد ان من احلى المباريات اللي عملناها هي مباراه سموحه كخلق فرص او ان انت تبقى موجود قدام الجول، لكن ربنا ما كانش رايد. يعني التوفيق هيبقى حليفك بالتاكيد لكل ما انت اشتغلت وكل ما انت اجتهدت. الشغل شغل شغل هو ده اللي انت تقدر تملكه، يعني ايا كان بقى كان ربنا موفق النهارده فبتشتغل بكره، ربنا ما كانش موفق النهارده فبرضه بتشتغل بكره. يعني طبعا يعني التوفيق يا رب يكون حليفه باذن الله، لان ده عنصر مهم جدا في اللعبه. اثنين هو الراجل مهتم بتفاصيل كتير جدا ودي حاجه كويسه، يعني حتى الحاجات اللي خارج الملعب بيهتم بيها ودي حاجه كويسه لما هنجمعها ان شاء الله الرحمن هتاثر بالتاكيد. التزام انضباط يعني نوع من الجديه والتركيز ودي حاجات مهمه جدا في عالم الكوره. يعني الله يبص، انا النهارده انت بتتكلم 2/7 لسه عندي 19 يوم وفي نفس الوقت عندي ثلاث مباريات قبليها، يعني خلينا ناخد الواحده واحده كده لحد ما نوصل ليوم 21، لان هي بطوله منفصله اساسا. يعني خلينا ثلاث مباريات الجونه وفيوتشر وبيراميدز وبعدين نروح للزمالك يوم 21 ان شاء الله. طيب الجزء ده خلينا يعني خلاص يعني زي ما بيتقال كده ننحيه شويه علشان الفقره اكيد هنتكلم بشكل اكثر تفصيلا عنه.